حكاية ذات العنق الطويل، قصة حقيقية يرويها مصطفى توفيق. رأس البر، مصر. أن تطيل امرأة من قبائل الزامبيزي عنقها فهو أمر عادي، أما أن تفعل ذلك فتاة مصرية في العاشرة من عمرها فهو أمر مخيف. إن المصايف المصرية لها مزية هامة جدا، أنه لا يمكنك أن تشعر فيها بالسأم أبدا. الشوارع صاخبة من الفجر إلى الفجر، باعة الترمس والفشار في كل مكان يذكرونك دائما أنك حتما جائع. صوت الأمواج الرتيب يصلح أن يكون خلفية موسيقية لو كان هذا مشهدا ما في أحد الأفلام. طفل يمشي بالآيس كريم على الكورنيش وكأنه لا يعبأ لأي شيء في هذا العالم، وكنت أنا هذا الطفل في 12 من عمري أمشي في شوارع رأس البر، مدينة ساحلية تستخدم كمصيف في مصر. كنت سعيدا جدا اليوم، فبعد قليل سيأخذنا أبي إلى الملاهي. هذا رائع، سيكون هناك بيت الرعب والسيارات التي ما صنعت إلا لتتصادم، والكثير من الآيس كريم المنعش. يا لي من شخص محظوظ حقا. إن أبي شخصية أكاديمية جدا فيما يتعلق بالملاهي. هيا، إن لكل واحد منكم أن يركب 3 ألعاب فقط. هيا انطلقوا الآن. كل الآباء لا يسمحون سوى ب3 ألعاب فقط. هل هو قانون ما؟ لقد كنا ونحن أطفال نلتزم حرفيا به، ونشعر أنه ليس من حقنا أبدا لعبة رابعة، لكن والد مراد يسمح لهم ب5 ألعاب. لابد أن مراد شخص سعيد جدا في حياته. لم تكن الملاهي التي ذهبنا إليها كالملاهي الحديثة التي نراها الآن، كانت أشبه ببعض الخردوات التي جاءوا بها من مكان ما وصنعوا منها ألعابا. هناك ضوء يتسلل من مكان ما في بيت الرعب يسمح لك برؤية كل تماثيل المسوخ قبل أن تصل إليها. المفترض أن يكون مظلما تماما. سيارات المتصادمة هي الوحيدة التي لا تتجه نحو اليسار أبدا، فأنا مجبر دائما على الانعطاف يمينا في دائرة مملة. من سمى هذا المكان ملاهي؟ ظللت أمشي في هذا المكان باحثا عن شيء ما لا أعرفه، حتى استوقفني شخص غريب، رجل يرتدي ثياب المهرجين ويضع طربوشا على رأسه وهو يشعر أنه ظريف جدا. طوال حياتي وأنا لا أحب المهرجين ولا أجد فيهم ما يستدعي الضحك، بل إنني أشعر بالرعب في بعض الأحيان إذا تخيلت أن أحدهم ظهر لي في ذات ليلة مظلمة. كان الرجل يبتسم بلزوجة ناظرا إلي وهو يقول بلهجته المصرية: إيه يا حبيبي، زعلان ليه؟ خدي. وأعطاني بعض الحلوى. نظرت إليها فعرفتها فورا. نحن الصغار نحفظ جميع أنواع الحلوى. كانت من النوع الذي لا أفضله. شكرته واستدرت متأهبا للانصراف. وهنا دوى صوت ما من ميكروفون ما في مكان ما يقول بلهجة تقريرية: السادة الزوار، إن عرض حنكوشة سيبدأ بعد دقائق قليلة. نرجو منكم التوجه إلى مسرح الملاهي الآن. الدخول مجاني، وستشاهدون فقرة الساحر مختار المسيرة من ضمن البرنامج. نرجو منكم الإسراع لأن العرض على وشك أن يبدأ، وشكرا لكم. رأيت المهرج يستدير متعجلا إلى مكان ما. لقد كنت قد أنهيت ألعابي 3، لكني أريد بقاء أطول وقت ممكن في هذه الملاهي الخربة، لأنني لا أريد الذهاب إلى الشاليه الفندق الضيق الآن. فلأحاول إقناع أبي بحضور هذا العرض. بحثت عن أبي هنا وهناك، وأخيرا وجدته يوبخ أخي الصغير على فعل من أفعاله الشقية التي يمارسها كهواية. ذهبت له، تحدث معي كثيرا على أنه مرهق ويريد النوم، لكنني كنت مصرا كمستعمرة من الذباب. لم يجد أمامه مع كل هذا الإلحاح إلا أن يوافق على دخولنا عرض حنكوشة، ولا أدري كيف يخترعون هذه الأسماء. المهرج يحاول قفز الحبل ويتعثر ويقع مرات عديدة متظاهرا بالبلاهة، ثم يقرر أن يجد شيئا جديدا يفعله بالحبل فيفرده على الأرض ويمشي عليه فاردا ذراعيه متظاهرا بأنه يحاول التوازن. إنه يظن أنه ظريف، الناس يضحكون بشدة وكلهم من ذوي الشوارب.
كيف يضحكون على هذا السخيف ولا يضحكون على توم وجيري؟ لن نفهم الكبار أبدا. جاء بعد المهرج عرض القرض الذي دائما ما يكون اسمه ميمون. كان هذا لطيفا نوعا ما. ثم جاء نافخ النار، وبعده المهرج السخيف مرة أخرى، ثم دوى الميكروفون ليذكرنا أن أهم عرض سنراه في حياتنا سيبدأ بعد لحظات، عرض الساحر مختار. وهنا دخل الساحر مختار، شاب مصري أسمر كالذي تراه في كل مكان هنا في مصر، يلبس بنطلونا وقميصا ولا شيء فيه يختلف عن ذلك الشاب الذي يجلس بجانبي. كنت أعلم أن هذه الملاهي مملة. هنا وقف مختار هذا في وسط المسرح تماما وتكلم، وهنا بدأت أشعر أنه مختلف. كان يتكلم بثقة وبطء ورزانة. قال أن لديه عرضا لن نصدقه أبدا، لا هو من ألاعيب الحواة ولا هو خدعة ولا هو أي شيء آخر يخطر على بالنا. صمت الجميع في ترقب بانتظار ما سيقدمه. جاء بعض الرجال بطاولة قصيرة وضعوها في منتصف المسرح تماما، ثم أتوا بشيء غريب جدا سأحاول أن أصفه لكم الآن. تبا، كيف يوصف هذا الشيء؟ كان أشبه بقمع، نعم قمع ذي عنق طويل وقاعدة عادية مغلقة. كان طول عنق القمع مثل طول ذراعك، وقاعدته عادية كأي قمع آخر. وضعوا هذا القمع على الطاولة، وضعوه مقلوبا على قاعدته، وأحضر الرجال ستارا داكما ليحجب الطاولة والقمع. ثم دخل الساحر مختار وراء الستار ببطء. كنت أفكر فيما قد يفعله هذا الساحر بذلك القمع الطويل. أخذت أحاول أن أستنتج شيئا ما مرارا، لكني فشلت. ثم قررت الاستسلام والانتظار لأرى بنفسي. وهنا أزاح الستار فجأة ورأينا كل شيء. رباه، لقد كانت لحظات مروعة. كل شيء كان كما هو، طاولة وعليها القمع، لكن هناك شيء آخر، رأس فتاة صغيرة تبرز من فتحة عنق القمع. حاولت الاقتراب بعنقي لأتأكد أنني لست واهما ولا معتوها. يا إلهي، إنها رأس فتاة. الفتاة تنظر إلينا وتحرك رأسها، رأسها الذي يبرز من فتحة القمع. أين عنق هذه الفتاة بالضبط؟ هل هو بداخل عنق القمع الرفيع الذي لا يزيد قطره عن قطر قلمك الجاف؟ ثم أين جسدها؟ إن الطاولة أسفلها خالية تماما ولا يوجد شيء ما محجوب منها. وهنا دعانا الساحر مختار لأغرب شيء يمكنك أن تسمعه من ساحر. دعانا للاقتراب من رأس الفتاة والدوران حولها وتفحص الطاولة وما تحتها وحولها جيدا للتأكد أنه لا يخدعنا. هنا ترددت قليلا، هل أذهب لهذا الشيء؟ رأيت العديد من الرجال والنساء يقومون من مقاعدهم متجهين لطاولة الساحر. رأيت أبي لازال جالسا بهدوء يحاول اختراق أجسادهم بعينيه ليرى رأس الفتاة. وهنا قمت من مقعدي، يجب أن أرى هذا الأمر عن قرب. لقد ظننت أن هذه الملاهي مملة، لكنني كنت مخطئا تماما. كنت قصيرا في ذلك الوقت، لذا اخترقت أجساد الرجال أمامي بسهولة محاولا الوصول إلى الطاولة. لقد كانوا متزاحمين، تصدر منهم همهمات الاستنكار والاستغراب والتساؤل والغضب والقسوة والرعب. نعم، همهمات فيها كل هذه المعاني، لكنني لم أهتم. ظللت أخترق الصفوف حتى وجدت نفسي أمامها فجأة، أمام رأس الفتاة. كانت رأسا كالتي تراها تزين عنق أي فتاة في العاشرة من عمرها، لكن هذه كان شعرها بني قصير وبشرتها قمحية فاتحة. ملامحها جميلة وعيناها لم تكن تنظر إلى أحد من الجموع المحتشدة حولها. لقد كانت عيناها تنظران إلى اللامكان، سارحة في دنيا أخرى. أحيانا تحرك رأسها وأحيانا تغمض عينيها في تعاسة. وعندما برزت أمامها فجأة كالقدر، أدارت رأسها ونظرت إلي. إن كل الفتيات اللواتي يستخدمهن السحرة في ألعابهم السحرية على المسارح يكن واثقات جدا ومبتسمات جدا، إلا هذه الفتاة. نظرت إلي في تعاسة، نظرت إلي في ألم. كنت أعرف أن بالأمر شيئا غير طبيعي، فلم أكلف نفسي باكتشاف أسفل المائدة أو القمع، لأنني لن أجد شيئا. إنما أراه أمامي الآن هو نوع من السحر،
السحر الأسود. أغمضت عينيها مرة أخرى ثم ازدردت لعابها، ثم فتحت عينيها ونظرت إلي ثانية. كنت أنا مندهشا جدا، فلم أبدي أي حركة إيجابية. ظللت أنظر إليها كالغبي، ثم شعرت بحركة ما خلفي. عرفت أن الرجال بدأوا بالانصراف مبسملين ومحوقلين ولاعنين هذه الألاعيب الشيطانية. وهنا ألقيت نظرة متوترة أخرى إلى الفتاة التي كانت تنظر إلى اللامكان من جديد، ثم استدرت عائدا. رأيت أمي تمسك بالكاميرا وتصور. رائع، إن هذا المشهد يستحق التصوير وإبقاؤه عندي إلى الأبد. عدت إلى مكاني ورأيتهم يحركون الستار مرة أخرى لحجب الطاولة، وعندما فتحوا الستار مرة أخرى لم يكن هناك أثر لرأس الفتاة. كانت الطاولة وعليها القمة. نظرت هنا وهناك باحثا عن رأس فتاة يتجول بالجوار، لكني لم أجد له أثرا. سمعت أبي يقول في ثقة أن مختار هذا ساحر، وأنه استعان بالجن فيما فعل، وأخذ يستعيذ بالله من السحرة وشرورهم. لكنني لن أنسى تلك النظرة التي نظرتها للفتاة ما حييت، نظرة استنجاد، نظرة ألم لم تحاول إخفاءه. لقد كانت مسكينة، ولست أدري ما الذي فعله بها ذلك الساحر اللعين وهي بعد في العاشرة من عمرها. غادرنا الملاهي وأنا شارد في كل ما حدث. كنت أريد أن أرى تلك الصورة التي صورتها أمي للمشهد. لم أحتمل الانتظار، أخذت الكاميرا وصورت باقي الصور حتى أنهيت الفيلم. ثم ذهبت في اليوم التالي إلى الاستوديو. قالوا لي أن علي استلامها غدا في نفس الموعد. يا لهم من كسالة، شعرت بالتعاسة الشديدة بعد ذلك. فعندما استلمت الصور وجدت صورا عديدة لأخي يبتسم في بلاهة، أو لنا مجموعين في صور عائلية. بحثت عن تلك الصورة فلم أجدها مطلقا. عرفت من عاملة الاستوديو أن هناك صورة واحدة احترقت للأسف خلال التحميض. هل هو حظ سيء؟ هل هو سحر أسود؟ هل هو جان؟ لن أعرف أبدا، لكنني موقن تماما أنني في يوم ما كنت على بعد سنتيمترات قليلة من فتاة مسحورة. يا لها من تجربة، حقا يا لها من تجربة.